الغرام تزرع فيها من الصغر، فهمت؟ كنت انا صغير ندخل مع الاولاد، فهمتني، نبقى نعاون فيهم كلي، فهمت؟ نهرب من القرايه باش نجي لهنا، عندي احسن بلاصه هي اني نعاون بابا في خدمه المخارج. حاب نعمل حاجه، نحب نعاون الخدامه، نحب بابا يشكرني، معناه والله يعطيك الصحه يا عليك، عاونتك، فهمتني، انجاز. نحنا جدي تاع 1963 خدم المخارق في المحل هذا، ثم اقبال كبير ياسر على المخارق. عندنا حتى شكون يجينا من اوروبا يذوق عائلته باش يهز لحبابه ولا اصحابه يفرحهم بك البرمه الفخاره ذيك تاع المخارق. الذواق اللي يذوق تعمه المخارق ويتبننها ويطعمها يعرفها مناش متكونة، فيها شوية زيتونة، فيها مبسة في حقها. نبدأ نخبيولها في السمن متاعها مدة عام كامل باش تدلل على قاعدة، نقول، ومعها صنايعية فما إيديات اللي تعرف تتعامل مع المخارق. وعندي شكون خلطت عليها حليت عينيا لقيته مع بابا. الوالد علمنا معناها أنه المخارق ما هيش كسب متاع فلوس بركة، هي معناها حب وغرام قبل كل شيء، وإن شاء الله ربي قدرنا ونحافظوا عليها ونوصلوها لوليداتنا ويعشقها هما زادة ويستحفظوا عليها. توينسا صافي.